نرسل بلو الموالين هذا المعرض على عرض معرض طرابلس الدولي يستمر خلال الأيام من 18 إلى 21 ديسمبر الجاري، يعني يبدأ اليوم الاثنين ينتهي يوم الخميس إن شاء الله. يحتوي هذا المعرض على حوالي 350 جناح مقسمة على خمس قاعات وفق تصنيفات للصناعات التقليدية، حاولنا أن احنا نحصرها في 18 حرفة، ما يسعنيش أن نذكرها كلها، لكن منها الصناعات الخزف، الخشبيات، الصناعات الغذائية، العطور والبخور، المنسوجات، الزي، السعفيات، صناعة الحلفة والعديد من الصناعات الأخرى. Bugün Esenat Tarım Fuarı'nın açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve ana sa'id min tevacudi fi ma'rad Libya devleti el-tani lisna'at taqlidiyye. Fuar Libya'nın zengin kültürünü, el sanatlarını bize gösteriyor. El-ma'rad yuzhir ileyna mada takafet, mada gına takafet İyi düzenlenmiş ve bu zenginliği ortaya koyan kaliteli bir fuar. Annaha munazama bi şeklin ceyyid ve kezalike tusbit meda cevdet el-tanzim. Yabancı ülkelerden katılım da var. Hunaka müşerke min adudan el-uhra aydan. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جناحنا السوداني، ورحب بالاخوه الليبيين، ونحن طبعا مع بعض يد واحده وكلنا مع بعض اخوه من الاف السنين. فهذا الجناح السوداني ملم بكل التراث السوداني وبالاكلات الشعبيه وبالمحاصيل السودانيه من قمح وذره وكل المحاصيل السودانيه، ومن لبسه العروس والعريس والعروس نفسها. يا